بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون طقس مائل البرودة الصبح بدري ومائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء. كمان في أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي وكل سنة وأنت طيبة. وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وخلال أيام العيد كمان، هنكون عايشين في حالة انخفاض في درجات الحرارة ولا استقرار؟ طبعا كل سنة حضراتكم طيبين وبخير وكل المصريين بخير يا رب. عيد سعيد على الجميع إن شاء الله. احنا بنشهد خلال يوم وعلى مدار الأيام القادمة انخفاض في درجات الحرارة، تعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام. يمكن الأيام الماضية كان في ارتفاعات ملحوظة كمان في درجات الحرارة، وخاصة الثلاثاء الماضي، وحصل انتصار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة بالأمس، وانخفضت درجات الحرارة انخفاض طفيف. اليوم هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى. خلال فترة النهار متوقع أن هي تكون 27 درجة مئوية، وده بسبب الكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان لامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا هيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، واللي هيساعد بشكل كبير أيضا على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. أجواء فترة اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة، يعني الخميس والجمعة والسبت، متوسط درجات الحرارة ما بين 26 ل 28 درجة مئوية، يعني أجواء تكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء وربيعية أيضا على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هتبقى الأجواء حارة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات النهار، لأن المناطق الجنوبية هي لسه درجات الحرارة عليها مرتفعة بشكل كبير. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى هتوصل ل 15 و16 درجة مئوية، ويمكن الانخفاض ده هيشمل أغلب محافظات شمال البلاد، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هنحس بالأجواء المائلة للبرودة في أغلب المحافظات. خاصة كمان ان هيكون في نشاط للرياح، سرعات ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعة في اغلب محافظات شمال البلاد. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحرارة، خاصة فترة المساء وساعات الليل. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم، لكن مجملها امطار خفيفه غير مؤثره تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. توقع خلال الايام القادمه استمرار هذه الاجواء والاجواء الربيعيه المعتدله، ويكون في استقرار في الاحوال الجويه. هيكون في تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر من غدا الجمعه ان شاء الله. الشبوره المائيه دي تتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مجمل الظواهر الجويه اللي هتكون موجوده معانا خلال فتره الاجازه وفتره العيد مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن مهم ناخد بالنا من فرق درجات الحراره وخاصه فترات الليل، لان ما فيش مشكله تماما في فتره النهار نقدر نخفف الملابس لان الاجواء تكون اجواء ربيعيه مستقره تماما. فترات الليل اللي هنحس فيها بالبروده، فمهم جدا لو احنا هنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم نصطحب معانا الجاكيت، يكون جاكيت خفيف عشان هنحس بالبروده. لما نحس بالبروده نستزيد. مهم كمان تكون القياده بهدوء تام على اغلب طرق فتره الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه، وان شاء الله الاجازه والاجواء خلال فتره الاجازه اجواء مستقره تسمح ان احنا نستمتع بالاجازه ان شاء الله. نشكرك منايا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 27 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 27 15، اسكندريه 22 14، العلمين الجديده 22 14، مطروح 20 15، دمياط 22 14، بورسعيد 20 15، الإسماعيلية 25 16.
نروح للسويس العظمى فيها 25 والصغرى 16، العريش 22 14، كاترين 22 9، طابة 27 17، شلاتين 35 20، شرم الشيخ 31 12، الغردقة 32 22، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 15، بني سويف 27 14، الوادي الجديد 34 18، أسيوط 29 16، سوهاج 30 17، قنا 38 19، الأقصر 36 19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 20. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان كانت توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد وفسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم. شكرا لك.